صباح الخير على حضراتكم اعزائي متابعي كايرو لايف قناه القاهره 24. وحضراتكم السيد عامر من هنا من منطقه العجيزي بمدينه طنطا بمحافظه الغربيه، نرصد مع حضراتكم اسعار الاسماك في هذه اللحظات. يمكن الجمبري بيسجل جمبري بالسرعه النبي، جمبري بالسرعه النبي، حي وطازه جمبري، حي وطازه ب 60 جنيه، حي وطازه ب 60 جنيه بالسرعه النبي. احنا كيلو ب 60 جنيه جمبري بتاع الكفته والسليه جمبري، وكله منافع يا عم، الجمبري كله منافع. وعندي سردين بلد بقى قشطه، سردين بلدي جميل قوي ب 40 جنيه، السردين القشطه دي ب 40 جنيه السردين. راس البر بتصبح على طنطا يابا، راس البر بتصبح على طنطا يابا، راس البر بتصبح على طنطا يابا. صحي وحي كده، حي عندنا بوري، عندنا بسبح على طنطا يابا. دي ب 350، الجنب 350، والازاز ب 250 بس، 250 الجنب. ابو شنبات عندنا كابوريا، كابوريا انا يا عم كابوريا على حبيب النبي وبالعربي وصبح على امه لا اله الا الله، بالسرعه النبي، بالسرعه النبي، على وياه، على وياه، بالسرعه النبي. 60 جنيه المكرونه بشاف العاد، عندنا كابوريا الكره هي ملحمه، دي الكابوريا الملحمه، الذكوره الملحمه. عندنا اناتي، عندنا اروس، عندنا مرجان، عندنا سمك الديوب، حلويات الديوب، حلويات الروس ب 90 جنيه زي زمان، مفيش حاجه غاليه هنا، مفيش حاجه غاليه. عندنا كابوريا هناك يا استاذ سيد، بطارخ يا استاذ سيد، بطارخ، مانجا بالسلطه النبي، سلطه النبي، كابوريا اصغر ما بين بطرخه، كابوريا اصغر ما بين بطرخه كده. متابعين ومشاهدين القاهره 24 في بث حي ومباشر، بنرصد معاكم اسعار الاسماك اللي بتشهد بفعل انخفاض داخل الاسواق هنا في مدينه طنطا ومدينه شيخ العرب. البولت بيسجل بدايه من 40 و50 و60 والهزاز والاروس والاروس وكمان والاروس والديوك. عندنا مكرونه بلدي السويس، المكرونه البلدي ب 80 جنيه، لا ميه ولا تلقى يا ريس، خليك هنا.
اله الا الله من شر الخمسين رس البر بتصبح على طنطا يعني هنا اسمك رس البر بسعر الجمله تجينا وتسال في محل العجيزه شرع الجمعيه يمكن بنرصد معاكم في هذه اللحظات على موقع التلفزيون القاهرة 24 طبعا أسعار الأسماك اللي بتشهد بالفعل انخفاض وإقبال من المواطنين. قول لي بقى الرص ده يا باشا بيتباع ب 100 جنيه من بعد 90 جنيه ده من الأصلي من الأصلي ده ب 60 بنباب الصلاة على حبيب النبي 80 جنيه يا باشا ايه يا باشا كله ونص ب 100 كابوريا بالصلاة على حبيب النبي زلط 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 واللي عنده منك كداب بالصلاة على النبي مبطرخه الصلاة على النبي بنوري الزبون كده من غشش حد بالصلاة على الحبيب وصلى على النبي تكسب قول له صلاة النبي دي طلعت مكسبة يا عم حلويات 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 بالصلاة على حبيب النبي يا عم تعالى كابوريا جمبري 30 يا باشا احنا جبنا عايز سيد انا عايز اقول للناس تنتظرونا لان كل يوم بدا غير بالاسعار النهارده ب 80 بكره بيبقى ب 70 بعده بيبقى ب 60 يعني كل يوم وانت في شقه هنا عند راس البر كل يوم وفي شقه مش مصعب مش مصعب اليوم بيوم دي كام بورصه اللي بقول للناس كلها زي ما بنجيبه بنبيعه زي ما بنجيبه بنبيعه لان المراكب مراكبنا زي ما بنجيبه بنبيعه يعني عند ب 80 حد غالب 90 والله ب 90 هنا بالجمل يعني ببيع هنا بالزمن يجي الزمن بنبيعه ولا واللي عنده من ده كذاب واللي عنده من ده النهارده كذاب اللي عنده من ده القاهره 24 خدناكم في بث حي مباشر يعني رصدنا معاكم الاسعار في موقع القاهره 24 شكرا جزيلا لمتابعه حضراتكم كنت معاكم السيد عامر الصحفي بس على الناس بتوع السول معلمينهم